ايه ده؟ مين الحماية اللي عمك ده؟ ايه؟ اضربه؟ ما تقولوش ان انت مش انا. امال مين؟ انت مال اهلك؟ ما علينا، قبل ما احط يدي في اي حاجة انا يوميتي 300 جنيه، ولو العفيت فيهضني هاخد 450 جنيه، وانا قديم حاسبك على الخامات بس، ومش هنختلف في المصنعية. وقدرتي يا خير. وما تنسوش طياد وهديس. بسم الله ما شاء الله، ونقاش كمان. وبمناسبة النقاشة يا كبير، اللي عامل لك البيت ده نقاش شغله مش نظيف، انا بعد ما اخلص موضوع العفيت ده هاخد لك البيت والشين على نظافك ده. اهدى يا كبير. هطخه. اهدى اهدى بس اهدى. بص يا أستاذ الشيخ عماد، يعني شوف لنا موضوع العفريت ده الأول، وبعدين نبقى نشوف موضوع النقاشة والحاجات دي. ومين هيحاسبني؟ استفض وانجز لبعتك تتحاسب. اكتم اكتم يا خال، أنا خابر الوشي ده زين. اطلع يا عفريت، اطلع يا عفريت. بسك دي. ايوه ما هو لازم يستخدم معاه الليل الاول. اسخن يا خال اسخن. اطلع يا عفيت، اطلع يا عفيت، بدل ما الفحك بالقلم اطلعك بالعافيه. واحد الله يا خال بسك دي. استنى انت ما تعرفش الاشكال دي. اطلع بدل ما احرقك. احرقك لا هتبوظ الفروه دي. اولع فيك. اطلع يا عبيط هيحرقك. اطلع بسرعه. عاجبك ستكم الرخيص ده؟ سيبني هجس، انا عارف الاشكال دي زين. عم الشيخ ما تتغباش ما تتغباش، ده زعله زعله عفش، زعله عفش على نفسه. شيخ عماد، خالو خالو خالو، فين يا كبير؟ كان العفريت خطفوا العالم موازي. طب اروح له كيف؟ هو ده وقت غباوه. ايه الصوت ده؟ دي انين خالو حبيب خالو هدرس عدة خاله. يا لهو باله. خاله خاله. سلامتك يا خاله. سلامتك. ما قلت لك زعله عفش. زعله عفش على نفسه. على نفسه. خلاص يا خاله خلاص. هي دي أول مرة تندرب يعني من عفريت؟ هو متعود؟ يعني. صدق بالله لا اله الا الله، انا لو في مصلح تاني كنت دغدغت العفش ده على دماغه، بس عفشك ما يتحملش. انا ممكن اخلص موضوع العفيت واشد لك العفش ده شده زين. هو ده وقت التنجيد يا متر عماد. شوف انا هديك نصيحه لله، ركز في شغلانه واحده بس. تحت المثل بيقول ايه؟ صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثه منافق، فما بالك عاد بصاحب 20 يبقى ايه؟ ما عايزش افسر عشان حدنا حريق. يا استاذ الشيخ عماد خلصنا من موضوع العفريت ده، ما تقصرش رقبتي. طيب هو واضح على وشك ده زي ما انتم شايفين انه عفريت ما شافش 3 دقايق تايبيه، فانا هتعامل معاه الند بالند. استعنى على الشقة بالله. وادي هجس. ايوه يا خالو. هات لي السيوخ من الشنطات. صاروخ يا شيخ عماد. بتضربني ليه يا خالو؟ قلت لك هات النضاره قبل السيوخ، انت عايز وشي يتشوه؟ وحياة خالتك